كابتن محمود الخواجه زمان بقى كان في شعر اصفر والدنيا كانت حلوه وما زالت طبعا حلوه، وكان اسمه مرتبط باشاعات كتير ويمكن جوزوك 5 6 مرات تقريبا يا عادي كابتن. عادي. لا ارتبط ما الاشاعات دي اسم حضرتك اعتقد بنجمات كتير من عالم الفن، لا ولا وحضرتك كتير ولا اتجوزت. بتاع، لا سيبك الكلام ده، هو بس كل يعني الوسط اللي بيبقى يعني اي حد في وسط مشهور في شهره وفي كده صحيح الكلام بيكتر عليه. وانا النهارده مش معنى ان انا مثلا بسلم على واحده ابقى انا اتجوزتها، مساء الخير، يبقى انا لا في ده اللي كان بيحصل. بتسلم على واحده يقول لك اه بص الحق إيه، لا مش لا يعني في العمليه محمود الخويا كان في تركيز كبير معاه. والله ما اعرفش الصيت ولا الغنى بقى هقول لك ايه. طب ايه موضوع التمثيل يا كابتن؟ اتعرض على حضرتك؟ لا انا مذاكر خلي بالك. لا ما شاء الله. هنرجع بقى، كان في النادي، كان في النادي كان زمان يعني في اواخر الستينات كده اوائل السبعينات، كانت النادي مليان ممثلين زملكاويه كتير قوي. لك شكرا. مين بقى كابتن افتكر كده معانا ونستعرض هقول مع لك انا حضرتك الممثلين الزملكاويه هو اللي انا القدامى؟ متاكد منهم قوي. انا هكتب الله وراك يا الله يرحمهم يعني. كان شوقي سرحان، كان رحمه الله مجنون عليه. زمالك، صلاح ذو الفوار مجنون انا زمالك. سمعت له تصريح قبل كده، قال لك الفنان ابني، لو شكري ابني سرحان مش انا بره يعني. قال له لو قال له انت ابنك اهلاوي ولا زملكاوي؟ قال له انا ما عنديش حد يدخل البيت ما يكونش زملكاوي. صح. فهو كان زملكاوي، وكان ساعات يجي لنا ويقعد معانا في غرفه الملابس، وكان لما يكون في تعاصف في ماتش من الماتشات كان يجي يقعد يبكي عشان الزمالك، عشان انت اتعادلت مش عشان انت خسرت، عشان اتعادلت. كان فريد الأطرش، كان صلاح ذو الفقار، كان حسام الدين مصطفى، كان في كتير يعني بصراحه، بس انا الاسامي مش قامات كبيره جدا جدا جدا. يعني اخر اسم بقى اللي هو الاستاذ حسام الدين مصطفى ده، قال لي تعالى. قلت له نعم. قال لي انا عايز اخدك اعمل لك تيست. قلت له تيست ايه؟ كنت صغير 18 سنه 19. قال لي عايز اعمل لك تيست في السينما. قلت له سينما كابتن حلمي ده لو عرف يذبحني. قال لي لا احنا بس ما تخافش. حضرتك بتتكلم عن كابتن حلمي زموره؟ طبعا. كابتن حلمي زموره ده حكايه كبيره طبعا. فالمهم انا ايه، قلت له طيب خدني في عربيه ورحنا الهرم استوديو نحاز، ولا مش عارف استوديو ايه، استوديو مصر، استوديو مصر صحيح. وعمل لي تيست عادي. اعمل لي كده، اعمل لي مش عارف ايه. طب في، قال لي عايزك في دور كده، فيلم كده عايزين، عايزك عارف الكابتن حلمي راح جايبني. احكي لي بقى. يا نهار اسود. يلا احكي لك ايه. كابتن حلمي زمان كنت انا وفاروق وكان مجدي سالم كنا بنلعب في مكافآت وفي حاجات بناخدها فلوس كده، كان ياخدها ما ادهاناش، يعمل لنا دفتر توفير، يعمل لنا دفتر توفير عشان ما ناخدش فلوس نضيعها ونقعد. فالكابتن حلمي طبعا عارف جابني بقى مسكني، يعني مش عايز اقول لك يعني، وراح جاب استاذ حسن حسام الدين مصطفى قال له لو سمحت ابعد عن لعيبه الكوره، وانت لو سمعت انك رحت الحتت دي تاني انا مش هدخلك النادي. سيف ودرع لنادي الزمالك. سيف ودرع لنادي الزمالك كابتن حلمي طبعا الله عليه، الله يرحمه.